السلام عليكم. درسنا اليوم هو اكتشاف حرف الباء. قبل أن نشرح في الدرس نراجع حرف الميم. هيا بنا يا أطفال اكتبوا على ألواحكم ما مو مي في أول الكلمة أو وسطها. نعم، لاحظوا. ما مو مي، هذه الأصوات تأتي في أول الكلمة مثل معلم، أو في وسط الكلمة مثل معلمات، فيها في أول الكلمة وفيها في وسط الكلمة. الآن اكتبوا مو مي ما في آخر الكلمة. نعم، انتبهوا للتصحيح. انظروا، هذه مو في آخر الكلمة، تأتي دائما في آخر الكلمة. مي كذلك في آخر الكلمة، ما في آخر الكلمة. هذه الأصوات أو الحروف تأتي دائما في آخر الكلمة. الآن يا أطفال اكتبوا ما مو مي. نعم، انتبهوا إلى التصحيح. لاحظوا، ما مو مي، هذه مي تأتي في وسط الكلمة أو في أولها، أما هذه مي تأتي في آخر الكلمة. الآن يا أطفال اكتبوا من من من. تبعوا التصحيح أطفال. انظروا، من من من، هذه الأصوات يا أطفال تأتي دائما في آخر الكلمة. نقرأ، ما مو مي، مو مي ما، ما مو مي مي، من من من. يكفي. نبدأ في الدرس يا أطفال. ما اسمك أنت؟ اسمي أحمد. وأنت؟ اسمي خديجة. وأنت؟ اسمي بلال. وأنت؟ اسمي بشرى. اسمك بشرى؟ أنا أيضا اسمي بشرى. تبقى أطفال. اسمي بشرى. لاحظوا، اسمي بشرى. تابعوا معايا، اسمي بشرى. قمر يا أطفال، غمضوا عينيكم وما تفتحوهمش. شمس، يعني افتحوا عينيكم. انظروا، سأقرأ. بشرى اسمي. الآن نرتب الجملة كما كانت. لاحظوا، نقرأ. اسمي بشرى. اقرأ سفيان. اسمي بشرى. حياة، اسمي بشرى. اقرأي رؤيا. اسمي بشرى. اقرأي بشرى. اسمي بشرى. شكرا. لاحظوا يا أطفال،
هذه الكلمة من يقرأها لنا؟ اسمي، اسمي. شكرا. لاحظوا، اسمي. اسمي، لاحظوا الكلمة الموالية والأخيرة، بشرى. لاحظوا، نكتب بشرى، انظروا هذا الصوت، أكتبه بالأحمر، بشرى. نقرأ الجملة على السبورة. اسمي بشرى. اقرأي أنت. اسمي بشرى. اقرأ أنت. اسمي بشرى. عفوا. اسمي بشرى. شكرا. لاحظوا، نقرأ هذه الكلمة، بشرى. نعم، انظروا، بشرى، بشرى. سنكتب هذه الكلمة تحتها، لاحظوا، بو، على السطر هكذا، بشرى، بشرى. شكرا. نقرأ، اسمي بشرى، بشرى. لاحظوا أطفال الآن، بشرى، بشرى. هذه الكلمة فيها صوتين فقط، بشرى. لاحظوا، أخفيت ماذا؟ نعم، أخفيت را. ماذا بقي يا أطفال؟ بقي بوش، بوش. أخفيت الصوت آخر، ماذا بقي الآن؟ بقي بو، بو. إذا نكتب بو، انظروا جيدا أطفال، هكذا نكتب بو، هك خط عمودي صغير جدا، ثم على الخط الرئيسي هكذا نقطة تحت الخط، ثم الضمة فوق الخط، بو. نقرأ، بو، بو، بو. شكرا. والآن لاحظوا، نقرأ على السبورة، اسمي بشرى، بشرى، بو. اقرأي أنت. اسمي بشرى، بشرى، بو. أنت. اسمي بشرى، بشرى، بو. شكرا. الآن يا أطفال أعطوني كلمات فيها حرف بو، حرف الباء في أي صوت. أعطوني كلمات فيها حرف الباء. نعم صحيح، بلال. لاحظوا، بلال. نعم، علبة. نعم، كتاب. نعم، مبرات. عندنا أربع كلمات تحتوي على حرف الباء. انظروا الآن، نقرأ هذه الكلمات، نبدأ من الأول على السبورة ثم على الألواح. اسمي بشرى، بشرى، بو. هذه بو في أول الكلمة، وضعيتها في أول الكلمة. لاحظوا الآن، بلال، علبة،
كتاب مبرات. نحن أطفال هذه الكلمة نلون الصوت أو حرف الباء. لاحظوا مبرات. نلون كل صوت، الصوت فيه حرفين، إذن نلونه كما هو ميب. نلونه كما هو ميب. حرف الميم درسناه في الدرس القادم، في الدرس السابق، والباء هو درسنا اليوم. إذن ميب، مبرات، ميب. نلون الآن حرف الباء الموجودة في كلمة كتاب. لاحظوا أطفال، نلون كتاب، ها هي بون، نلونه بالأحمر. إذا ما عندكش اللون الأحمر لونه بالأزرق أو أصفر أو أي لون. كتاب. ننتقل إلى كلمة علبة. لاحظوا يا أطفال، نبحث عن كلمة أو حرف الباء. علبة. تن. علبة. تن. ها هي با، نلون حرف الباء. هذا الباء جاءت في وسط الكلمة. انظروا كيف تكتب با في وسط الكلمة. علبة. انظروا علبة. الكلمة الأخيرة، الكلمة الأخيرة بلال. بلال. نلون حرف الباء، نبحث عنها. بلال. ها هي ب، صوت ب جاية في أول الكلمة. بلال. شكرا. نقرأ. نقرأ الكلمة يا أطفال. بلال. علبة. كتاب. مبرات. نعيد. بلال. انظروا ب. علبة. ب في وسط الكلمة. كتاب. بن هذه تأتي دائما في آخر الكلمة. مبرات. مب بالسكون. مب هذا الصوت يتمشى بالحرفين باش نقدروا ننطقوه مليح. مب. شكرا. الآن يا أطفال نأخذ كتاب القراءة ونقرأ. كتاب القراءة ونقرأ. لاحظوا كتابكم القراءة هو هذا. كتابكم القراءة هو هذا. سنقرأ، تجدون كل ما كتبنا على السبورة في الكتاب. إذا تبعوا في الكتاب وأنا أقرأ. اسمي بشرى. بشرى. بو. نقرأ الكلمات، أقرأ الكلمات التي فيها حرف الباء. بلال. علبة. كتاب. مبرات. الآن يا أطفال نأخذ قائمة الحروف. دائما نكتب قائمة الحروف، وكل حرف نتعلمه نكتبه في هذه القائمة. إذا تبعوا مليح. هذه هي قائمة الحروف، لازم كل واحد تكون عنده قائمة مثل هذه. نقرأ. لاحظوا مي، ما، مو،
مي مو مي ما من مون من. عفوا أعيد، عفوا، مي ما مو مي مو مي ما من مون من. الحرف الموالي هو بو بي با. بو با بو بي بن بن بن. شكرا، إلى اللقاء، إلى الدرس القادم يا أطفال.